هاي يا عيال، شلونكم؟ يما عادي نسافر معاك؟ ودي يا يما، بس ما يصير. ايش ما يصير؟ ما علي حبايبي، ما بطول شوي وبرجع. بسم الله. ها جاهزة؟ اي جاهزة. يلا ترى اعلنا من اليوم اخر يوم، خلينا نلحق على المطار. يبا ايش امي تقول ما يصير؟ معلي وراكم مدرسة وامتحانات، خلوها المرة الجاية ان شاء الله. يلا. يما يما جهز شنطتي. لا تفطرين قلبي يا يما، قاعدي هني عند اخوانك، ومرة ثانية ان شاء الله بوديكم. يلا مع السلامة.